بيه هذا جوار لعب ما بين 1982 و 1998، كان مهاجم مترو 70، تولد في 22 جويليا 1963، عمره اليوم 58 سنة، مع منتخب بلاده لعب برشا، لعب في فرق مختلفة. الباركور بروفيسيونيل نتاعو بدا سنة 1982 لمدة سنتين حتى ل 84، دونك لعب في الريال، لعب ب 84 95، بعد 95 98 لعب كاستيا، زاد 11 سنة في الريال، 82 84 84 95. اها اما فهمتش علاش ريال مدريد وكاستيا وبعد ريال مدريد مره اخرى، ممكن عمل قصه صغيره. اون توكا وبعد لعب في المكسيك ومع منتخب بلاده من 84 ل 92 تقريبا. هوغو سانشيز؟ لا، 69 سيليكسيون. كاين جوار باهي معناتها بون اتاكو اسباني. اسباني وي وي. راؤول جون؟ لا مش راؤول، راؤول اصغر. فرناندو مورينتس؟ لا، راؤول اسمه راؤول. لا لا ما مش راؤوف. راؤوف جونزاليس؟ لا 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 راؤول. اسمه لكن نقول لك اسمه تنجم تعرفه انت. ما هو بون حرف الاولين يعني. لعب اون توكا يعني كان عمل بلاصه في قلب المشجعين نتاع ريال مدريد. كان معاه سانشيز، كان معاه بارديزا، كان مع إميليو بوتراجينيو. فاسكيز هو إميليو بوتراجينيو. القاع الخاب يا طبعا نموت عليه، كنت نغني عليه وحدي معناتها، انا نحبه برشا ياسر. كان جوار طيار، عندي شلاكه مسميها إميليو بوتراجينيو فيها كوب دي مونت 86 وهو علاش علاش طبعا وقتها كوب دي مونت 86. إميليو بوتراجينيو اي تي إلو دوزيام ميور جوار، هو دوزيام ميور جوار مارادونا. مارادونا أحسن جوار في كوب دي مونت 86، وثاني هو إميليو بوتراجينيو. دونك نحبوا برشا إميليو بوتراجينيو. البالماريس نتاعو توا كبير، توا 58 عام، مي فانكور نتاع الكوب يو اف ا 58 عام. هاو كان صغير معناها هذاك 58 عام هذاك وي.